سمية برجب، أستاذة مساعدة بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار جامعة بنوبة. شاركت في ندوة عنوانها السجال في تونس حول تقرير الحريات الفردية والمساواة، الدلالات والخلفية. من ضمن المحاور المقترحة في هذه الندوة هو محور دور الإعلام والنخب في هذا السجال، والمداخلة متاعي كانت بعنوان السجال حول تقرير الحريات الفردية والمساواة في الإعلام، آليات التفسير واستراتيجيات التوجيه. أهمية هذا المحور بالنسبة إلي هو يعني يكمن في كون الإعلام له دور كبير جدا في نقل ما يحدث في الساحة العامة، الفضاء العمومي الواقعي، إلى الفضاء العمومي الإعلامي الذي هو يعني ينقل عدد من الأفكار التي تتردد سواء كان في البرلمان التونسي أو الشارع التونسي أو من خلال السجلات الحاصلة في يعني الأوساط السياسية حول هذا الموضوع، وهو تقرير الحريات الفردية والمساواة، الذي من بين نقاطه التي طرحها عدد كبير يعني من النقاط التي أثارت عدد من الجدل أو لنقل الصراعات، يعني تمثلت هذه الصراعات أيضا في الإعلام من خلال حرب كلامية بين القنوات التلفزية سواء كانت التونسية الخاصة يعني ذات التوجهات الحداثية أو تلك القنوات الأخرى التي لها علاقة بال يعني الحزب المحافظ في تونس وحزب النهضة. وأيضا ركزت على مسألة تعاطي الإعلامي في الإعلام الدولي من خلال يعني تركيز على خطاب قناة فرانس 24 وقناة الجزيرة القطرية، ولاحظت يعني في هذا البحث أنه ما يحدث في الساحة السياسية التونسية في ذلك الوقت من حديث حول بعض النقاط التي علاقة بحريات الفردية، علاقة بحرية المرأة، علاقة بمساواة بين الرجل والمرأة، ما قدمه هذا المقترح المهم جدا يعني والذي جاء يعني بعد يعني اقتراح من رئيس الجمهورية في ذلك الوقت الباجي قائد السبسي، عندما أراد أن تكون هذه الخطوة هي خطوة جديدة في إطار تطوير المجتمع التونسي، وفي إطار أيضا أن تكون نقلة ثانية كما حدث مع مجلة الأحوال الشخصية يعني بعيد الاستقلال. بالنسبة للمشاركات الشبابية، بالفعل هذه الندوة كرست هذا المنطلق، يعني عدد من الأصوات الشبابية المتميزة التي شاركت في الندوة وحاولت أن تدلي بدلوها في مجال البحث العلمي في عدد من الاختصاصات، سواء في العلوم السياسية، في الاتصال السياسي، في العلوم الاجتماعية، في اللغات، في غيره. يعني لاحظنا أن هناك اهتمام بهذا الموضوع من مشارب علمية مختلفة، ومنها أيضا المشرب الإعلامي الاتصالي الذي تحدثت عنه. هذه المشاركات لماذا هي مهمة؟ أولا لأنه تحفيز الشاب على الدخول إلى معترك الحياة الأكاديمية، لكون هذه الحياة الأكاديمية الغنية بالأفكار يمكن أن ينبثق عنها مشاريع مهمة جدا للمجتمع. يعني الباحث في نهاية الأمر هو يبحث داخل الظواهر الموجودة في المجتمع، يحاول أن يحللها، أن يفسرها، أن يقترح بعض الحلول الموجودة يعني في ما قام به من بحث. ومشاركة الشباب في التفكير يعني سواء كان في إطار اجتماعي أو ثقافي أو سياسي أو غير ذلك من الأطر، هو يكرس سياقات يعني معينة للمجتمع ويجعله يعني شريك فاعل في بناء هذا المجتمع، في بناء فكر هذا المجتمع وفي تطوير هذا المجتمع. أنصح كل من يعني سوف يطلع على هذا الكتاب بأن يتمعن في هذا المحتوى وأن يقاربه مقاربة في البداية شخصية ثم مقاربة علمية. الكتب العلمية نخاف منها لماذا؟ لأنها كما يعني قلت منذ قليل هي تعيد بناء الأفكار في أذهاننا، هي تحطم بعض الأفكار المسبقة، وهي أيضا تجعلنا نفكر بشكل مختلف خارج الصندوق. لذلك فإن من المهم جدا بالنسبة إلينا أن يكون هناك مطلعون وقراء لهذا الكتاب حتى يعيدوا ربما تكوين هذه الأفكار، تكسير هذه الأفكار ربما الجامدة والمتصلبة، والبحث في خلفيات ودلالات هذا التقرير بشكل مختلف. وهذا هو المهم بالنسبة إلينا من خلال هذا العمل الأكاديمي.